صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ذا لاف ان شو معاكم فرح عبد الكريم ومنى عيسى زي ما انتم متعودين احنا بنطلع لايف كل يوم الساعه 11 بنقول لكم كل الاخبار اللي فاتتكم اليوم اللي قبليه او اوفر ذا ويكند وما تنسوش تعملوا ات لاف وهاشتاج لاف في اي كونتنت ريتنج بالقاهره او بمصر وبنفكركم ان الحلقات بالكامل بتنزل على اليوتيوب او تقدروا تسمعوها ان بودكاست فورم على انغامي بودفاي، ابل بودكاست وجوجل بودكاست. ازيك يا منار؟ I missed you yesterday. وانا كنت عامله ايه؟ الحمد لله. هوس ده شمرح وات نيوز ده دايمس؟ النهارده عندنا حاجات كتيره حلوه. خلينا نبدا بعد كده نشوف خلينا نشوف ايه الهيدلاينز اللي معانا النهارده؟ ايه اول هيدلاين معانا النهارده؟ اول هيدلاين هو انفصال يوسف الشريف وانجي علاء. تاني هيدلاين معانا هو تحديد موعد الانتخابات في مصر وبره مصر. ومعانا كمان هيدلاين ابديت عن خبر كنا اتكلمنا عليه اول اسبوع عن مسلسل بطن الحوت والغرامات اللي حصلت له والاجراءات اللي اتخذت ضد ضد المخرج بتاع بطن الحوت هنقول لكم ايه هو الابديت وكمان اخر خبر معانا النهارده هو عن متحف جديد فتح هنقول لكم التفاصيل في الخبر خلينا نبدا يلا ماشي امبارح انجي علاء اعلنت انفصالها عن يوسف الشريف بعد 14 سنه من الجواز وده طبعا كان شوك او صدمه <applause> ومفاجاه لكل الناس هم ما اعلنوش الاسباب بالظبط ايه هي بس كل حد فيهم كتب على اكس يعني امبارح ان هو تم الانفصال مع تاكيد على ان هم هيكونوا في جود ريليشن شيب برضه بينهم بعد الانفصال طيب الستيتمنت دي طب حاسه ان كل هي <applause> بياخدوها كوبي بيست انا حاسه كده برضه يعني بس هم كانوا مع بعض 14 سنه 14 سنه وفي ممتنين. اولاد وكده وكمان هي ما كانتش يعني مجرد بس ان هي مراته او كده لا ده هي كان بينهم اعمال يعني هي كانت بتكتب له هي سيناريست فمنهم اعمال كانت بتكتب له حاجات وبالاضافه ان هي برضو مصممه ازياء فكانت بتساعده كتير قوي واو. في اه بالظبط كانت بتساعده كتير قوي في المسلسلات بتاعته اه انا دايما اصلا بحس انه يعني دونت ميكس work with بليجر يعني بحس انه مش حاجه مش احسن حاجه ان انت تشاركي uh your significant other او your partner business م -م. او او يعني بحس خلي ده سيبرت وده سيبرت لان ال... عشان ده على فكره ممكن يكون ده سبب انا اي بريفير برضو الموضوع ده بس هي ات وركس فور لايك 14 ييرز uh, ف لا كانت حاجه كويسه بينهم <applause> على فكره يو نيفر نو اصلا الناس برضو فاهمه دي تشينج فممكن يكون مثلا الدايناميك ما بينهم اتغير اي don't نو يعني ممكن يكون الفريكونسي اوف اعمالهم بقت اكتر ممكن ممكن يكون في بقى عدم اتفاق في حاجات تانية يعني برضو الناس uh... في, الـ في الكومنتس كانت غريبه جدا طبعا عارفه المصريين يعني اللي كلنا بنحب نعرف ايه السبب ايه اللي يعني كل كل الناس ده حصل امتى فين ازاي مش عارف ايه ده <applause> غير انه اكيد في 500 بني ادم اصلا يعني they jumped to conclusions مع نفسهم اكزاكتلي اه بي كريت ريزنز كده ما حصلتش وبيقولنا. كانوا كاتبين ايه بقى في الكومنتس؟ آه، طبعا حاجات ريليتد بالخيانات حاجات ريليتد بال عدم ال... يعني المشاكل بينهم يعني أه. حاجات زي كده بس ما فيش اي حد منهم يعني. اكد اي حاجه بالظبط أه. وبرضو... هو ريسنتلي حسن هو بريك اب سيزون مع السلابتيز انا كنت لسه يعني... أقولك الموضوع ده يعني كتير قوي السنه دي تم الانفصال بينهم آه زي مؤخرا برده هنا الزاهد واحمد فهمي اعلنوا لسه قريب بس اه بس كتير قوي كانوا شاكين ان هم اصلا منفصلين بقالهم كتير قوي بس ما اعلنوش. بس عشان تقريبا بينهم اه عمل او فيلم مسلسل حاجه كده فما اعلنوش. ما اعرفش ازاي الناس دي ابتدت تنفصل وبعدين تعمل فيلم مع بعض يعني بجد حاجه صعبه <applause> قوي يعني حقيقي حاجه صعبه جدا. أه ايه تاني وبردو... كان بالنسبه لك سليبرتي بريك اب السنه دي شوكتي. أه مين تاني ممكن تامر حسني اه وبسمه ده حقيقي يعني برضو الموضوع كان مفاجئ جدا خصوصا ان هم تقريبا انفصلوا ورجعوا. <متحدث> بس حقيقة. المره اللي فاتت يعني لا لسه ما اعلنوش ان هم رجعوا او كده اه والموضوع ده كان عامل ازمه كبيره أو لحد دلوقتي احنا اصلا ما نعرفش اكيد الرومرز <applause> اللي طلعت او الشائعات اللي, اللي طلعت بتاعتها صح, صح ولا لا. صح صح. لا كان ساعتها بس ما كانت منزله زي كريبتك ستوري كده بت بتقول فيها شو يعني يعني من الاخر ثروينج شيدز بالظبط بس يعني محدث يعني اه يعني محدش يعني لازم عشان ناخد ترو ستوري ان هما الاثنين ياكدوا حاجه زي كده فلا آه اللي حصل لا ما حدش اكد فيهم يعني والبنت مم. برضو اللي هم كانوا مطلعين آه شائعات ان هو ما قالتش اي حاجه ما قالتش اي حاجه وما بالعكس انا حاسه ان هي انتهزت الفرصه دي يعني انتهزت فرصه النجوميه دي واللي هي ايه طلعت آه شو اوف هير سيلف بالظبط اه, آه, آه. <تصفيق> <تصفيق> فحقيقي ان السنه دي كانت فعلا فول اوف سيلبرتي بريك ما اظنش في حد في حد تاني السنه دي ما اظنش في اللي هو مين تاني؟ اي ثينك اه يعني في حد بيغني برضو امم مش فاكره الاسم مين؟ اللي هو المغني الشعبي حسن, oh, yes, yes, حسن كان شاكوش صح؟ اه يس يس حسن شاكوش كانت مشكله و... بقى دي بقى كانت هايب كبيره وفضلت مستمره ل... انا عن نفسي الانترفيو من رمضان الموضوع اه oh, اه oh. لا وكمان كان طلع انترفيو ساعتها آه اللي هو تعرفي في في, في كده زي شو اسمه ولا العراف او كده اللي هو بيطلع أيوة يقول الناس ومعرفش ايه انا كنت الناس في الشو أوه. ده I was very interested. على الانترفيو ما شفتوش بصراحه لا لازم تدخلي فعلا تشوفيها بعد الشو بعد الشو <applause> <فرقت> بعد الشو <applause> آه وهو بيطلع بيسكلي كده بيبقوا جايبين حد على الشاشه مجهول يعني انت ما تعرفيش هو منين بس صوت أوكي. اوكي كانه هو عراف يعني وبيقول اسرار فهو بقى هم طلعوا الكابل حسن شاكوش ومراته كانت ساعتها يعني دلوقتي هي طلعته هم الاثنين طلعوا مع آه طلعوا مع بعض اه طلعوا مع بعض هي هي مذيعه والمذيعه دي عندها سيجمنت اسمه العراف ما هيش هي العراف فهو طلع قعد يقول له آه انت عندك شقة تانية في التجمع إيه ومتجوز <applause> واحدة معرفش ايه وبعدين هو كان جايب لمراته كلب فقعد يقول اه ان مراته التانية هي اللي جابت الكلب قدامه كده, كده بقى يعني بصي بقى حاجات ده يعني. أنا وانا مش عارفة اصلا هل الحاجات دي ستيجد اوكي لان هي بصي الرياكشن بتاعتها بالنسبة لي انا م -م. كفيور يعني بالنسبه لي كان الري... الرياكشن حد فعلا يعني عارف لا لا, ولا لا, لا, مش لا 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 كانت متفاجئه جدا يعني حد اللي كانت تمشي وتسيب الشو اوف فده كان بدايه النهايه <تصفيق> <تصفيق> الشو ده كان بدايه وبعد كده بقى أوه، بعد كده وبعد كده وبعد كده تم الانفصال اه تم الانفصال الان بس ف يعني السنه دي كانت فول اوف وفي فلو. في برضه مين مين تاني في بشرة Oh yes بشرى يس بشرى و دي برضه كانت shocking بالنسبة لناس كتير لإن هما كانوا قصة حب اوي بالظبط كان يعني كان يعني very special وكان مع منى الشاذلي تقريبا ف so هي كان هو كان تقريبا عمل proposal ليها على منى الشاذلي معرفش لو انت اتفرجتي عليها اه I mean وقت ال اه وكان يعني هما كانوا قصة الحب بتاعتهم كانت public اوي اوكي okay. فاظن ان ده من الحاجات اللي خلت الناس فيري آه شوكت ان هم سابوا بعض عامة بنتمنى لكل ال... الناس دي كل خير يعني ربنا يوفقهم اكيد يرجعوا تاني يعني لانه اكيد اكيد مش سهل يعني لا مش يرجع تاني بس براحتهم يعني, يعني لو بس... في خير بس هم هيرجعوا <applause> بس قصدي ان هو اكيد اكيد كده الم... كده الموضوع اكيد صعب بس انت متخيله بقى ان انت عليكي كمان لايت وناس بتنتقد علاقتك و... وناس نفسها تعرف الاسباب أسباب. يعني وناس بتكريت الاسباب بنفسها ف بالظبط وناس ممكن تكون بتغلطك وناس بالزبط. بتغلط الشخص التاني وناس بتختلطك يعني تاخد <applause> ماتش بريشر <applause> بصراحه على <applause> لازم اللي... ما... هو كده كده اتس هارد سيتويشن تو جو ثرو فتخيلي بقى عليكي بقى لايت كمان يعني يعني بصي برضو أرج... الناس كتير هترجع وتقول انه they signed up for this وده ده شغلهم وهم عارفين ان يعني ده اللي يعني كده دي ضريبة الشهرة ف... ف... بس يعني بس ده ما يديش الحق للناس ان هي يعني يعني اه ده حقيقي فعلا خلينا ننتقل لتاني خبر معانا النهارده وهو زي ما قلت ابديت عن بطن الحوت احنا كنا قلنا لكم الاسبوع اللي فات انه نقابه المهن التمثيليه عملت غرامه وقدمت شكوى ضد مسلسل او او يعني مخرج مسلسل بطن الحوت بسبب انه كان في تيك توكر ضمن طاقم العمل والتيك توكر ده ما كانش مسجل في نقابه المهن التمثيليه فهو المفروض ان انت كممثله او كحد في طقم عمل اي اي ست فيلم تمثيليه ايا كان لازم تكون مسجل في نقابه المهن او ياخد تصريح او حاجه زي ياخد تصريح مم. او يكون مسجل في نقابه المهن التمثيليه والتيك توكر ده ما كانش مسجل فبالتالي هم عملوا غرامه على المسلسل وكمان اللي استغربناه جدا ان هم مش بس عملوا غرامه على المسلسل كمان عملوا عملوا تحذير وpotential يعني انه حد يتعامل, يتعامل مع المخرج ان حد يتعامل مع المخرج ممنوع حد يتعامل مع المخرج بس anyways احنا كنا شايفين انه وناس كتيره كانوا شايفين على السوشيال ميديا انه الاجراء ده كان اوفر قوي قوي اه يعني, يعني يعني اوفر اوفر مم. رياكشن قوي انا شايفه انه في الحاجات دي ادي تحذير طب اديهم فرصه يصلحوا مم. الغلط اللي هم او, أو يعني... غرامه ثانيه يعني بشكل مخفف شويه لكن محدش يتعامل مع مخرج او كده يعني لا حاسه دي حاجه كبيره قوي ده حقيقي فعلا آه بس فهمه زي ما قلت لكم يعني من الاخر رجعوا في كلامهم لانه لغوا قرار عدم التعامل مع مخرج بطن الحوت لان هم كانوا قايلين انه اللي هيتعامل مع المخرج ده كمان هي تم يعني هيكون في إيه يعني او او ممكن ان هو اصلا يشيلوه من نقابه المهنه التمثيليه انا شايفه ده رياكشن تو ماتش بيرسونلي يعني انا بيرسونلي وأنتوا برضو اللي بيتفرجوا علينا على الانستغرام يا ريت تقولوا لنا ايه رايكم آه بس فزي ما قلتلكوا كان ساعتها هم اعلنوا عده قرارات اهمها هو دلوقتي اللي هم دي ريفرسينج تعطيل القرار الصادر من نقابه المهنه التمثيليه في ما يخص المخرج وإحالة الأمر إلى نقابات المهن يعني كانوا اللي هم هيحيلوا الموضوع للنقابة وبعد كده هم يشوفوا الإجراءات اللي هياخدوها مع <applause> المخرج رجعوا في الموضوع ده الحمد لله وبرضو هم بس قدموا تحذير إنه لازم الاعتماد والرجوع للقوانين واللوائح المنظمة بالعمل بالنقابات الفنية وفي حالة أي مخالفة الموضوع هيروح للجهات المختصة بس هم كأنهم بيقدموا بس إيه تحذير يعني اظن ان هما بيعملوا كل الحاجات دي عشان يبينوا ان في اجراءات وفي رولز فولود عشان الناس ما تستهونش بالحاجه دي لانه هو فعلا هو يمكن مش بجديل بس لو انت سبتيه كده اي حد خلاص ممكن يطلع يمثل من غير ما ياخد تصريح او يدخل في النقابه نفسها ده حقيقه أه بس كده خلينا ننتقل لثالث خبر معانا النهارده ثالث خبر معانا هو تحديد ميعاد الانتخابات الرئاسيه بره مصر واللي هتستمر هي خلاص 72 ساعه بتفصلنا عن الانتخابات بره مصر وهتكون الانتخابات دي من 1 ديسمبر ل 3 ديسمبر هتبقى يوم الجمعه والسبت والحد وبرده تم تحديد ميعاد الانتخابات جوه مصر وهو هيكون يوم 10 و11 و12 ديسمبر وبرده خلينا نقول لكم ان في وزاره التربيه والتعليم اعلنوا ان هيتم قفل اكتر من 10000 مدرسه علشان يقدروا ان هم يعني يعملوا الانتخابات في المدارس دي وهياخدوا برضو خمس ايام يعني اجازه في العشرة آلاف مدرسه دي والانتخابات بره مصر هتتم من خلال اللي ال... هي البطاقه الشخصيه او جواز السفر وبرضو قالوا او وضحوا ان لو البطاقه منتهيه ممكن عادي يتم من خلال جواز السفر بس حلو آه خلينا ننتقل لرابع آه واخر خبر معانا النهارده وهو خبر حلو قوي عن افتتاح متحف ام حطب وللي ما يعرفش هو اكشلي اعاده افتتاح واعاده افتتاح المتحف ده لان هو كان كان في كونستراكشن وكان فيه مم. renovation آه. آه. هو بقاله كتير قوي مقفول فده خبر حلو قوي وللي ما يعرفش المتحف في آه سقاره وهي بجد يعني هي منطقة حلوة قوي و Speaking of انه Recently السياحة كانت أحسن من احنا كنا بنقول لكم من كام يوم أنه السياحة الشهر اللي فاتت زادت تقريبا كانت 8%, 8 في المية. ف... برغم الظروف اللي حاصله يعني بس ستيل في مصر السياحه يعني زادت 8% في شهر اكتوبر <applause> ومنطقه سقاره منطقه حلوه قوي ففرصه انه عشان السياحه دلوقتي نشطه وكده انه الناس تزور المتحف ده والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار قال ان المشروع ان مشروع الترميم والتطوير ده واحد من اهم المشروعات اللي اشتغلت الوزاره عليها خلال الفتره اللي فاتت و والمتحف ده تحديدا بيتمتع بخصوصيه متفرده لانه اهم متاحف من اهم متاحف المواقع الاثريه في مصر واللي تم اصلا انشاؤه تخليدا وتكريما لذكرى المهندس المعماري المصري. زمان هو كان يعني من اول الفراعنه اللي كانوا يعتبروا مهندسين. أنا حاسة أن عايزة أروح بجد فيري نايس وبرده أضاف وزيري إن الافتتاح المتحف هيزيد من المزارات السياحية في المجمل في منطقة سقارة فده حاجة حلوة إيه عشان منطقة سقارة بجد منطقة جميلة وحلوة ان يكون فيها متاحف وحاجات تزور منطقة سقارة بالظبط بالظبط هي في أماكن سياحية كتير إن الواحد يروحها ده حقيقي بس أنا للأسف ما رحتش أي حاجة فيها حد بيسالنا في اللايف المتحف الكبير هيفتح امتى؟ هم هو بجد خلاص قالوا ان هم قربوا قوي قالوا ان هم قربوا قوي المفروض انه في خلال اخر الشهر ده على او على اول السنه هيكون تقريبا انذر سوفت اوبننج تاني هو للاسف مش كل المناطق اللي فيه خلصانه هم بس اه بيظبطوا الكونستراكشن او اللي هي الاعمال المعماريه اللي بتوصل المتحف علشان أوه. الطرق دي يعني شويه مقفوله دلوقتي أوه. أه وبرده بس هما كانوا قايلين برده ان الافتتاح بتاعه هيبقى كبير جدا هي هيتم فيه يعني دعوه لناس كتير رؤساء م -م. وملوك ان هما يجوا يفتتحوا فحسيت بقى حاجه كبيره وكلنا اكيد مستنيينها يعني انا و... كل ما اعدي عليه اقول يعني انا عايزه اروحه دلوقتي <applause> انا الصراحه انا روحته كذا مره السنه اللي فاتت دي بس هو طبعا اما يعني لسه ما فتحش حاجه قوي بس انا روحته عشان كان في ايفنتس هناك okay. أه تحفه اوريدي من غير من, من غير افتتاح كان تحفه بجد انا متحمسه قوي ان انا اروح كمان اللي هو توت عنخ امون اكزيبيشن اه انا أم. أم. وان شاء الله اكيد برضو لو رحنا اكيد هننزل لكم على ان كايرو احنا اوريدي نزلنا لكم اصلا بوست بسم سنيبت لو انتم حابين تروحوا تشوفوه كمان من الاسباب ان هو تاخر قوي او ان هو بقاله في سوفت اوبننج تقريبا سنه حوالي سنه <applause> انه مصر كانت تسترد كتير قوي من القطع الاثريه <applause> اللي كانت مسروقه من بره, من بره. فده من الحاجات اللي عمل ديلي في افتتاح المتحف دي كانت كل اخبارنا النهارده ومبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم زي ما انتم متعودين احنا بنطلع لايف كل يوم الساعه 11 بنقول لكم كل الاخبار اللي فاتتكم اوفر ذا ويكند او اليوم اللي قبليه وما تنسوش تتفرجوا على الحلقات بالكامل على اليوتيوب او تقدروا تسمعوها ان بودكاست فورم على انغامي سبوتيفاي ابل بودكاست وجوجل بودكاست و ات يا رب يكون يومكم جميل باي باي